كوكو تول موند، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. رجعت لكم اليوم في دبارة جديدة من روبريك رمضان. عمل فيديو متاع اليوم سبيسيال على الاخر، كانكم مازلتوا حيرين في دبارة متاع العشاء. فيديو اليوم ان كولابوراسيون مع أربعة من يوتيوبرز توينسا، انا عزيز على قلبي ما نحكي لكمش قداش، باش نخليكم تكتشفوا السوربريز وتكتشفوا شنو حضرني لكم المنيو متاع اليوم. وباش نبدلوا من البريك، قناة سويت سندس عملت لنا مملحات بعجينة المورقة بدون زبدة توريق. اي نعم، بدون زبدة توريق تنجموا تعملوا بات فيتي تعمل الكيف. شوفوا اكل بنة والرطبة والفينة وزيد الفيتاج يعمل الكيف. نخليكم تمشوا تشوفوا الرسيت على قناة سويت سندس. وبالطبيعة ما يحلى شقان الفطر وما تحلى طويلتنا كان بشربة تونسية تعمل الكيف. قناة AS كورنر عملت لنا شربة لسان عصفور بالعلوش، بنا على بنا. نخليكم تمشيوا تشوفوا الغوصات على قناة متاحة AS كورنر. وبالطبيعة ما نسيناكمش في حويجة حلوة مع قهيوة بعد شقان الفطر، وأكيد باش تكون من يدية قناة ديوا سويت ناس. ديوا سويت ناس عملت لنا درعية صفاقسية بنة على بنة. شوفوا كالرتبة وشوفوا كالفينة وظاهرة ديجا تشهي على الأخر. نخليكم تمشيوا تشوفوا الغوصات على قناة ديوا سويت ناس. خممنا فيكم زيادة في دبارة السحور. كويزين ليان عملت لنا مسفوف يعمل الكيف. مسفوف بالدقلة والفاكية يشهي شهي شهي على الاخر، وظاهر اللي هو بنة على بنة. تمشي وتشوفوا الرسيت على قناة كويزين ليان، وانا بالطبيعة لليام تاع القنوات الكل حطيتهم لكم في البغدة فوق. ان شاء الله تكون الدبارة عجبتكم، وباش نتعدي ونحضروا دبارتنا نحنا. دبارتنا نحنا اليوم دبارة تونسية زمنية، أما أنا عطيتها لمسة شوية أوريجينال. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا عين سبانيورية بالبات فيتي. ما نحكي لكمش على البنة اللي جيت فيها، والمنظر المنظر يدوخ. للروسيت متاعنا باش نستحقوا 300 غرام لحم مفروم، بصلة مرحية جيدة، مغرفة فارينة تنقلكم بعد علاش، شوية فلفل مهروش، نعناع شايح، ملح وتابل. باش نزيدو البصل للحم مفروم، وباش نحطو مغرفة الفارينة. مغرفة الفارينة تخلينا الحم يجي ذوب ذوبان، جربوها وما تندموش. وباش نكمل نفوح باللفاحات الكل. ديما ماذا بينا تفويح الحم يكون بكري شوية، حتى قبل ساعة ميسالش. باش نزيد عليهم مغرفتين زي زيتونة يكونوا كبار، وباش نخلط كل شيء مع بعضه. هنا تخلطوا بالباهي بالباهي، انديغي قاعدين تعجنوا في بات، باش لفاحات الكل تدخل في الحم متاعنا. خذيت بابي ألمنيوم كيما هكايا، وزدت فوقه بابي كويسون. خذيت اللحم بعد ما خليته شرب بفاحه بالباهي بالباهي، وصمت أربع كعبات عظم. باش نجيو نحلو اللحم على كبر البابي كويسون، وهنا ردوا بالكم ما نخليوه شخشين وما نخليوه جيد برشا. لبسور متاع الحم متاعنا يكون هكايا، ما يفوت الناش 1 سنتيمتر. باش ناخذ العظمات متاعي وباش نرصفهم بالطريقة هذية. انا هنا عملت 4 كعبات، راكم تنجموا تعملوا 5 كعبات، اما نحب انا بارتي متاع الحم يكون زادا ما فيهش العظم.
باش نجي توي كنوريكم كيفاش ندوروا اللحم. هنا راهو مهم برشا كيفاش باش تدوروه، مش اللحم في التطيب ما يتحللناش، وكعبه العين السبنيوريه تقعد شاده روحها على الاخر. باش نحاولوا ندوروا، وكل مره ندوروا فيها نكبسوا ونجبدوا البابي كويسون كيما تشوفوا. مسالش كان تعاونوا شويه بيديكم، مهم برشا راكم انكم تكبسوا باش اللحم متاعنا يشد روحه. في الوقت هذاك الفور متاعنا يكون يسخن على 180 درجة، هنا بعد ما كمل تدوير البابيي كويسون باش نجي نشد الجنبات بالطريقة هذية، وهنا تحاولوا تكبسوا على الاخر على الاخر. توا باش نكمل ندور عليه البابيي ألومنيوم، مهم برشا الكبسين في الحالة هذية باش اللحم يجينا شادد روحو، وبالطبيعة ما ننساوش الجنبات. باش ناخذو بيغيكس والا اي معون يدخل لكم للفور، باش نحطو فيه الماء من اللوطه، وباش نحطو كعبه عين سبنيوريه، وماذا بيكم حتى البيغيكس نتاعكم انكم تغطيوه بالبابي الومنيوم باش لباخ نتاع الماء يرجع على اللحم وعين سبنيوريه تطيب الكل مع بعضها. باش ندخلها تطيب 45 دقيقة على 180 درجة. هنا بعد ما خرجت عين سبنيورية متاعي، شوفوها كيفاش جات شادة روحها، حتى البختي اللي لصقناها في بعضها ماهيش ظاهرة جملة واحدة. خذيت بات فويتي، ردوا بالكم هنا ازربوا شوية على خاطر البات فويتي متاعنا راهي بالزبدة واللحم سخون، فما ريسك انها تذوبنا، ومن بعد كي نجيو ندوروها على اللحم ما تعطيناش منظر مزيان. انا هنا وريتكم طريقه كيفاش باش تعملوها، وتنجموا تعملوا باي طريقه انتم تكون تعجبكم. ديما نقول راهو التزيين اختياري، باش نجي نرجع الأطراف نتاع البات فويتي على أطراف اللحم. وباش نكمل بتلصيق الأطراف الكل على بعضها بالطريقة هذية، اون ديغي قاعدين نظفرو. الفور متاعنا كما العادة نكونو مسخينو على 180 درجة. سألتوني برشا مرات علاش ديما نستعمل الفور على 180 درجة، نحب الحاجة تطيب في عقلها وما تتحرقليش، وهكي كان فماش غيسك انه باش يكون جنبات مثلا محروقة وإلا اللوطاني محروق، على 180 درجة نطيب الحاجة في عقلها وتجي أبن برشا برشا. نوسعوا بيننا كما قلت لكم، ونحاولوا نزربوا باش بات فويتي متاعنا ما تذوبناش. وباش نحاولوا اي بارتي تكون فارغه من البات ان ننزلوا عليها شويه بيدينا هكيه ونحاولوا نسكروها.
قديد أصفر عظمة، شوية حليب وشوية قهوة. القهوة ديما نقول لكم نستعملوها باش تعطينا أكل لون الدوغي المزيان بعد ما نطيبه. وباش ندهن البات متاعي الكل. باش نجي هنا الرش شوية جلجلين، أي نوع متاع فاح متاع خبز تحبوه تنجموا تزينوا بيه. وباش ندخلها تيب 20 دقيقة على 180 درجة. هنا عينكم ميزانكم على الحمورية اللي تحبوها. حبيت نوريكم بعد ما البات متاعي طابت لونها كيفاش جي مزيان، وما نحكي لكمش على البنة اللي جيت فيها. والمنظر المنظر يدوخ. وهنا تنجموا تقدموها مع سلطة وإلا مع صوص طماطم وتاكلوها بشفاء والهناء. إن شاء الله غسيتنا اليوم كانت مفهومة وكل شيء واضح. ما تنساوش كان عندكم دي كيسيون تكتبوا لي في لي كومنتير، ونستنى كالعادة تشجيعكم بالليجيم واللي كومنتير. وأعملوا لي أبوني على شين يوتيوب متاعي، وتابعوني على انستغرام والباش فيسبوك أسماء باقلوتي. ونرجع لكم إن شاء الله في دبارة جديدة.